المرة اللي فاتت. تعالى كده نبص نعمل سكرول كده يا جماعة، أو أبر فيو على الحصة بتاعة المرة اللي فاتت. إحنا أخدنا المرة اللي فاتت حاجة اسمها تايب أوف ليفر. إحنا قلنا أساسا أي ليفر لازم يبقى فيها ثلاث نقط. إيه الثلاث نقط دولت؟ فيلكرم، إيفورت، ريزيستنس. تعالى كده عشان الكلام ده إحنا محتاجينه النهاردة نبدأ بيه حصتنا. لو تلاحظ يا جماعة إن الكلام عمال يتكرر كل شوية. الكلام ده يا جماعه عمال يتكرر كل شويه، اللي هو عباره عن الاستراكشر اوف ذا ليفر. يعني قبل ما ناخد حصتنا النهارده اللي هي الجديده، هناخد الاستراكشر اوف ذا ليفر نبص عليه بصه سريعه. تعالى كده بالراحه. الستراكشر اوف ذا ليفر. ترجيب الليفر يا جماعه كان بالاتي، كان بيتكون من ثلاث نقط. كان بيتكون من ثلاث نقط اللي هم ان اي ليفر يا جماعه عشان تبقى عندك، قلنا ان اي ليفر دي عباره عن ريجيد بار، يعني ساق متينه او قويه، بتبقى يا اما ستريت يا اما كيرفت. قلنا ستريت زي المقص. هل المقص ده فيه اي تحويل؟ طبعا لا. قلنا يا جماعه الخط المستقيم ده يا شباب هو السبب، هو السبب ان انا بقول عليها ستريت. وطبعا يا جماعه نفس الكلام بيتعاد مع النات كراكر. هل النات كراكر ستريت؟ طبعا لا. ان وجود الكيرف ده، وجود الكيرف ده معانا هو اللي بيسبب، هو اللي بيسبب ان انا ممكن اقول عليها كيرف. وقلنا ان اي ليفر يا جماعه بيبقى عندها فيكسد بوينت. مين يرفع ايديك يا جماعه يفكرني الفيكسد بوينت اسمها ايه؟ اسامه؟ فيلكرم. تمام، اللي هي حضرتك النقطة اللي في المقص اللي هي دهيت، اللي هي في النص. السؤال هو أنا لو فكيت النقطة دي هل المقص يشتغل؟ هل هيشتغل بنفس الكفاءة؟ هيشتغل بكفاءة أكتر ولا أقل؟ أقل. طيب تعالى كده بالراحة نفتكر مع بعض. قلنا أدي النقطة اللي في النص اللي إحنا سميناها كلمة فيلكرام اسمها إيه؟ وقلنا إن إحنا عندنا نقطتين. نقطة بتظهر فيها قوتنا احنا اللي احنا قلنا عليها اسمها ايه؟ فورس. ايه فورت فورس. الكلام ده طبعا يا جماعة زي ما قلنا عليه بطريقة مبسطة خالص، قوتي. يعني مثلا دي عبارة عن بيلر اللي هي عبارة عن الايه؟ الكماشة. دي عبارة عن بنسر اللي هي البنزة اللي بمسك فيها برضو من هنا، يبقى دي القوة. لو رحنا مثلا للنوع تاني، ها عجلة اليد ده يا شباب انت بتمسكها منين؟ من قدام خالص صح؟ يبقى ده الايفورت. نفس الكلام النات كراكر بتمسكها من قدام كده، يبقى برضه الايفورت ايه؟ فورس. فهمنا يا جماعه؟ فهمنا شباب؟ يبقى انا عندي كده نقطتين، اول نقطه اسمها ايفورت فورس، والنقطه الثانيه اللي برتكز عليها اسمها فيلكرام. النقطه الثالثه اللي هي مثلا الطوبه دي اللي انا بحاول احركها. الطوبه دي يا شباب مرتبطه بالمنظر ده. الطوبه دي يا جماعه اللي هي ما تسمى به، حد فاكر هسميها ايه؟ او ولا اف ولا ار؟ افتح المايك معانا لو معانا. مستر ار. هسميها ار. ار اللي هي ريزيستنس. يبقى انا كده يا جماعه بالراحه كده خلاص خدت الاستراكشر. خدت الايه؟ الاستراكشر. الاستراكشر بتاعنا
طبعا القلم انا نسيته في البيت باين، فده هيبقى مشكلة معانا. يا راجل يبقى الاستراكشر يا جماعه، لو مثلا لو قلت لك ادي الايه السيسور، مين يحاول معانا يا جماعه يقول لي مين 1 مين 2 مين 3؟ مين يحاول معانا يا شباب؟ فضل يا محمود نمبر 1 تليفون نمبر 1 الريزيستنس. تمام، طب ليه سميتها ريزيستنس حضرتك؟ تمام، عشان فيها الحاجه اللي بتقومني. لو سمحت يا حسين اعمل ريز هاند وانا تحت امرك والله هقول لك اتفضل. مستر من عمل ريز هاند مودي، اتفضل يا ابو وافيه. نمبر 2 هتبقى فلكرم، تبقى الفلكرم اللي هي الاو. ليه قلت عليها او حضرتك؟ عشان السفيكسد بوينت. تمام، عشان اتس افيكسد ايه بوينت، هي الفيكسد بوينت يا جماعه اللي هي بيحصل عندها لو تفتكروا الايه روتيتر راوند ات نمبر 3. حد فاكر نمبر 3؟ شيني هيبقى ايفورت فورس. طب ليه سميناها ايفورت فورس؟ تمام، عشان دي الحته اللي بمسك بيها المقص. تمام، طب تعالى كده يا جماعه نحل مع بعض. المفروض النهارده ان احنا هنقفل مع بعض الاسئله اللي احنا ما حليناهاش. افتح معايا الكتاب كده لو سمحت. طبعا انا اسف، الناس الجداد يعتبروا ضيوف معانا. بالراحه كده يا جماعه. نمبر 7 مختلف عن اللي عندكم. طب نحل اللي قدامنا يا شباب لو سمحتم، نحل اللي قدامنا بعد اذنكم. يلا يا بسنت حلي نمبر 7 هنا لو سمحتي. لا ده انا اسف، ده ليسن 2 درس ثاني يا مستر. ده ليسن 2 انا اسف. يلا يا استاذ نمبر 7. فيرست، تمام، يبقى اول واحده فيرست. اتفضلي يا استاذه لامار نمبر 2. نمبر 8 ووتر بامب، سي سو سيسور اند بوتل اوبنر هتبقى ووتر بامب. تمام، يبقى انا ممكن يا جماعه اخد بقى مثال من الامثله بتاعت الفيرست كلاس اوف ايه اوف ليفر ووتر بامب. اول حصه طبعا ما نعرفش حاجه، اول حصه ما نعرفش حاجه. اتفضل الشيني نمبر 9. تمام، سكند ده النوع الايه الثاني، لان موجود الار في النص. احنا قلنا الار لما تبقى موجوده في النص، حد فاكر الكلمه اللي من ثلاث حروف اسمها اور؟ تمام. نمبر 10 عمر المهدي. مش المفروض حالل؟ حسين اتفضل يا حسين نمبر 11. The fulcrum lies between the effort and resistance in. ابو وافيه. ابو وافيه. فيرست. تمام. تويزر وكول هولدر وهوكي باد، ده سيرد يا باشا نمبر 10. تمام، ازاز حل نمبر 11. تمام، ازاز فيرست كلاس اوف ليفر. نمبر 12 هنا السكري. مارتينيوس
First. Biller are from the first. تمام. 13. هنا عقدة. 13. Second class of liver. Second class of liver. تمام. 14. Shishini. الايفورت بتبقى ما بين الريزيستنس والفيلكرم فيل سيرد. تمام. يلا خليفة. 15. The crow bar first. محمود الحديني. يلا حديني. الويل بارو از الليفر. ليه جيب حلين كل الجبريزون؟ حلين كل الجبريزون. اي تمام. طيب تعالى يا جماعه نشوف انواع الليفر. طبعا انا اسف للناس الجداد لان هم اساسا زمايلك واخدين الحاجات دهيت، فاحنا هنتفق بعد الحصه هنعمل ايه. تعالى يا جماعه نعمل، انا مش هختار الايه الفيرست بس، انا هاخد الايه الليفر واقول يا اما فيرست يا سكند يا ثيرد. يلا عمران اول واحده. البنسر غلط. فيرست. التويزر اياد. طناني سيرد. اياد بشير. السيسو. ايوه يا مستر. السيسو. السيسو فيرست. السيسو فيرست. يوسف هدهد. الويل بارو. ايوه مستر. ويل بارو ثيرد. غلط. سكند. الناس النهارده يا جماعه مش حافظه اكزامبل، جايين من الايه من الاجازه مش مركزين خالص. اسامه. النيل كليبر فيرست. الناس ما حافظوش الاكزامبل وده غلط، لان قلت لك ممكن يجي لك شوز اود وورد وانت لو مش حافظ الاكزامبل هتغلط وتنقص فيها. مارك. السودا ووتر اوبنر. سكند. الاستابلر ياسين. الاستابلر فيرست. سكند. أورف. الأرف النص، الحاجة اللي بتدبسها في النص. سارة. الأيس هولدر. ثيرد يا مستر. ثيرد. الهوكي بات. مؤمن هنداوي موجود؟ نعم يا مستر. نعم الله عليك يا حبيبي. الهوكي بات. وان الهوكي بات يا اسامه. لا مين، مروان قصدي. سيرد. تمام يا مروان. هنا السكري. البدل. المجداف. لامار. المجداف. البدل. فيرست. فيرست. ابو وافيا. النات كراكر. مستر ما انا قلت فيرست. سمعتش والله، انا سمعتها ثيرد. ابو وافيا. سكند. سكند. السيسر طبعا الفيرست. مانيوال بروم. اتفضل يا احمد علاء. المانيوال بروم ثيرد. تمام. الهامر كلاو. معاذ. معاذ. الهامر كلاو سكند. يوسف. الهامر كلاو. غزال. عبد الفتاح. فيرست. تمام. الفيشنج تول يا براء. ثيرد. تمام. طيب تعالى كده نفتكر يا جماعه مع بعض الكلام ده احنا اخدناه في ايه.
احنا اخذنا يا جماعه التايب اوف ليفر اكوردنج تو ذا بوزيشن. تعال راجع الحصه اللي اخذناها قبل الاجازه، ما احنا واضح ان احنا الثلاث حصص اللي احنا اخذناهم ممكن يكونوا اتناسوا في الاجازه. ان احنا يا جماعه اخذنا لو تفتكروا ان انا عندي ثلاث نقط اي واو وار، قلنا لو تفتكروا عندنا كام تايب اوف ليفر؟ 3 اللي هم فيرست كلاس، سكند كلاس، ثيرد كلاس. اول كلاس اوف ليفر يا جماعه اللي هو الفيرست اللي احنا قلنا بيبقى مين اللي موجود في النص؟ فالكرم الاو. فعشان كده لو تفتكر معانا كنا بنقول يا جماعه كلمه اور، او فيرست، ار سكند، اف ثيرد. هو يا مستر ايه اللي انا بقوله ده؟ الاو والار والاف دولت اللي هما البوزيشن بتاع البوينت. يبقى في الفيرست الاو هي اللي في النص، في السكند الار هي اللي في النص، في الثيرد الاف هي اللي في الايه؟ في النص. طيب تعالى كده بالراحه، الفيرست كلاس اوف ليفر اللي احنا قلنا ات از تايب اوف ليفر وير ذا فالكرام. طبعا الاو عندنا في النص ما بين الار وبين الاف. طب عندنا كام نقطه فيها لو تفتكروا؟ قلنا يا شباب زي الكراو بار الطوبه اللي انا حاططها دي هي الاو ما بين الار وبين الاف. عندنا في السيسور الاو في النص، البنسر اللي قدامك دي الاو في النص. يبقى كل ده فيرست ولا مش فيرست؟ فيرست. لو جالك جيف ريزون ليه هتقول بيكوز ذا فالكرام لايز بتوين الار اند اف زي ما جالك بره في الشيت. طيب السكند كلاس اوف ليفر اللي هي هيبقى فيها الار هي اللي في النص، ادي كسرت البندق اللي هي النات كراكر. الار اللي هي الحاجه اللي بتقاومك، البندقيه اللي انت بتحطها هنا موجوده في النص ما بينهم هما الايه؟ الاثنين. فعندنا يا جماعه نمبر 1 ونمبر 3. نمبر 2 الار في النص، فعشان كده اتس ا تايب اوف ليفر وير ذا ريزيستنس لايز بتوين الار اند الاف اند او. وطبعا امثلتها كانوا اربعه، النات كراكر والويل بارو والستابلر والبوتل اوبنر اللي هي عباره عن فتحه الحاجه الايه؟ الساعه. الثيرد كلاس اوف ليفر اورف، يبقى مين اخر حرف؟ الاف. يبقى الاف لايز بتوين الار والاو، الاف موجوده في النص موجوده ما بين الار والاو. طب الاف دي اللي هي الايفورت ايه؟ فورس. الكلام طبعا يا جماعه زي التويزر، حضرتك بتمسك من النص من هنا الدبوس او المسمار او الشوكه عشان تطلعها، يبقى قوتك في النص والاو هنا والار هنا. طبعا عند حضرتك اهو الفيشنج تول، حضرتك بتمسك من النص هنا اهوت، ادي الاف ما بين الاو والار، وقعدنا نطبق مع بعض. يبقى التقصير من عند حضراتكم ان انا ما احفظش الامثله يا جماعه، اللي نبهتك قلت لك مش شرط ان انت تكون حافظ مثال او اتنين او تلاته فرحان بيهم، انت ممكن يجي لك سؤال اود وورد يكون فيه امثله غريبه انت مش حافظها، زي السؤال اللي انا ايه جيت مع حضرتك بيه ده هو. طبعا الوات از منت باي سهل، تعالى منشن وان اكزامبل. مين اللي عليه الدور؟ جنى توفيق، يلا يا جنى. افويد دينجر، سندس، ها كول هولدر، تمام. انكريزنج سبيد يا حديني، هوكي باد، هوكي باد، برافو. انكريزنج فورس يا سندس، ال نات كراكر او كراو بار، تمام. طيب سما زين الدين، سما انكريزنج ديستانس، المانوال بروم، المانوال بروم، تمام. موفينج فورس فروم وان بليس تو انذر ريتاج، ريتاج البدل، ايه اللي هي البدل؟ مش عارفه البدل، ماشي بتنقل الفورس، بس احنا قلنا المثال اللي علينا كان اسمه ايه؟ رحمة، مانيوال بروم. نلتزم بالأمثلة عشان ممكن المدرس اللي بيصحح يقول لك ده مش موجود في الأنسر شيت، تمام يا ريتاج؟ accuracy and performance، رغد،
تويدر. تمام. تعال نشوف كلاسيفيكيشن، يعني قول فيرست او سكند او ثيرد او كده. بردان اول واحده، الصودا ووتر اوبنر هتبقى صودا اوبنر. ايوه نوعها ايه دي؟ فيرست ولا سكند ولا ثيرد؟ ثيرد. ثيرد غلط. مارلي سكند. بس هي أيوة اخر واحده ووتر اوبنر سكند. لا ده كلاسيفاي، كلاسيفاي يعني صنف، يعني اقول يا 1 يا 2 يا 3. نمبر 2 له جاي الهوكي بات. سكند غلط. هنا عقده. ثيرد كلاس ليفل. ثيرد. تمام. بسنت شلبي الاستابلر. انت ما بتتكلمش، بس انت العاديه بقى بتاعتنا الجندي اللي قدامنا. سكند. تمام. شيشيني فيرست. برافو. مانيوال بروم. عمر المهدي. سكند. ازاز تويزر. ثيرد. تمام. بس اللي فاضل لنا طبعا اللي هو هاو تو ديترماين ذا ليفر، دي اخذناه لو تفتكروا في التايب اوف ليفر ازاي. تعالى كده افكر حضرتك، عندنا ثلاث خطوات بعمل ديترماين ذا بوزيشن بتاع الايفورت والريزيستنس والفيلكرم. بعد كده ايدنتيفاي ذا ميد بوينت، يعني حدد النقطه اللي في النص. لو النقطه اللي في النص هي او هيبقى النوع ايه؟ فيرس. لو النقطه اللي في النص ار هيبقى النوع. لو النقطة اللي في النص اف هيبقى النوع ثيرد. كومبير بتوين طبعا دي عارفينها. طبعا وات وود هابن اف وي ديدنت هاف ذا ليفر؟ هقول طبعا يا جماعة وي هافنت الامبورتنس بقى كلها. يعني وي كانت انكريز ديستانس، انكريزنج سبيد، انكريز فورس، يعني مش هيبقى عندنا الامبورتنس بتاعت الليفر. لان يا جماعه الليفر دي عباره عن سيمبل ماشين. لو تفتكر هيلب اس تو دو ذا تاسكس ايزلي، مين يرفع ايديه ويفكرني باسم العالم اللي اكتشفها يا جماعه؟ شكرا. جنى. مستر ارشميدس. مستر عادي لو قلت وي كانت ميك تاسكس ايزلي. اه طيب ركز كده يا جماعه بالراحه. كان عندنا صح وغلط مش ولا وصف صح وغلط. صفحة 22 لحد كام؟ حلينا لحد كام؟ أول تسعة. هنبدأ من أول 10. تمام. ناخد الأونلاين بقى. أبو وافية اللي ما بيتكلمش، يا أبو وافية اللي ياخد يقرا السؤال. يا شباب اقرا السؤال بسرعه نمبر 10 يلا عشان نحل. In the first class levers the resistance is between the effort force and fulcrum. غلط. غلط. تمام. نمبر تمام. نمبر 2 نمبر 11 لامار. صح. ادي السؤال لو سمحتي. From the functions of lever to is to increase the force. صح. صح. تمام. يلا يا ازاز نمبر 12. Among the function of lever to decrease the distance. غلط. هي بتعمل decrease للdistance ولا increase؟ خليفة 13. غلط. increase 14. عمران الفيركرم في السيسور موجوده ما بين الاثنين. صح. تمام. 15 اياد.
صح. أيوة. اتفضل يا اياد يا بشير. هل السكند كلاس اوف ليفرز ريزيستنس موجوده بين الايفورت والفالكرام؟ 16 صح ولا غلط؟ ايه 16 صح. صح تمام. هنا السكري يا هنا حلي بصوت عالي بقى يا هنا عشان يبان. The third class liver are the most popular type of liver. غلط. غلط تمام. مؤمن هنداوي دخل. نعم يا مستر. سيبوا نمبر 18 يا جماعة. سيبوا نمبر 18. حل نمبر 19. نيل كليبر كليبر have fulcrum between the effort force and the resistance force. صح ولا غلط؟ غلط يا مستر. النيل كليبر دي مش فيرست يا باشا، الفلكرم في النص. الكلام صح. بس انا مش فاهم نمبر 18. مش علينا، لسه ما اتكلمناش في الموجه، بيبقى فيه نقط كده هتتلغي ما تقلقيش. تمام. نمبر 20 يلا يا استاذه ساره اقري السؤال. The third class of levers fulcrum between the effort force and the resistance force. False يا مستر. False، المفروض تبقى first. يوسف هدهد. ايوه مستر. يلا يا يوسف نمبر 21. غلط يا مستر. غلط ليه؟ المفروض في السرد اللي هو فيشنج، المفروض هوكي و هوكيات فيشنج تول. تمام. اقول اكزامبل بتاعت السرد، بتاعت السرد. تمام. ريتال هاني يلا ريتال نمبر 22. ممكن عادي اخليها السكند، بس هشيل هامر كلاو يا مروان لان الهامر كلاو فيرست. ريتال هاني نمبر 22. The second class levers have the effort force between the resistance and fulcrum. 22 مش 23. In the hockey bat, the effort force in the between the resistance force and fulcrum, so it is the first lever. False. False. طب false ليه؟ تعالى كده نشوف مع بعض. اولا الكلام اوله صح، صح يا جماعه ولا غلط؟ غلط. الأول الكلام كله صح، لكن الجزء الأخير هو اللي إيه؟ غلط. المفروض تبقى اسمها إيه؟ سيرد. تمام. نمبر 23. حديني. حديني. أنا مستر. حديني نمبر 23 اتفضل. The second class lever have the effort force between the resistance and fulcrum. False. False. Second بيبقى R. Second بيبقى R في النص. 24 هيا شحاتة ما دخلتش ومريم الكومي ما دخلتش. حسين آخر واحد في الأونلاين أهو، اضطرني بعدين. حسين. اه مستر. يلا يا حسين 24. اه مستر 24 صح يا مستر. الفيلكرم اوف اني ليفر از اولويز بتوين الفورس والريزيستنس. غلط. الفيلكرم مش على طول في النص. طناني. النات كراكر فيرست. فولس، المفروض تبقى هي طناني. سكن. تمام. يلا يا اسامه اخر سؤال 26. الصودا ووتر اوبنر سكند والفيشنج تول فيرست. الجزء الثاني يا جماعه ركز، لان ممكن يبقى جايب لك الصح والغلط على شكل جزئين، حضرتك بتبقى باصص لجزء ان هو صح وتروح معلم صح وخلاص. خد بالك لان ممكن الجزء الثاني احنا حلينا رايت ساينتفك تيرم صح والكومبليت. كومبليت لا، في حاجات لا. كومبليت فاضل فيه ايه؟ من اول نمبر مستر. من اول 19. من اول 20 نبدا. يلا يا احمد مارك. يلا يا مارك 20.
type of lever are first, second, third. ما فيش A و B و 3D. يلا ياسين, number 21 is the most popular. First, 22. يلا يا مروان, نقط ونقط first. تمام, اي حاجة عندها الاو في النص زي السيسر والاي والبنسر. تمام, احمد علاء, الووتر بامب از فيرست, النات كراكر سكند. تمام, اللي هي كانت بتكسر البندق. 24, يلا يا مين اللي جنبك؟ معاذ. تمام, فيلكرم اند ايفورت فورس. 25 ياسين, يوسف, ويل بارو, نات كراكر. تمام, 26 غزال, الايفورت فورس ويل والريزيستنس. تمام, 27, يلا تاح عبد لطيف, الريزيستنس. تمام, في النص. تمام, والايفورت. 28 براء, لا اله الا الله, في براء غيرك؟ فيشنج تول ومانيوال بروم. 29 جنى, ثيرد, 30 سكند, 31 ثيرد. تمام, 32 فيرست, 33 مارلي, 34 لجين, 33 مستر, 34 هتكون ثيرد كلاس. ثيرد, تمام. سنة زر الدين, 35 طب البردان, احمد البردان, 35 فيرست وثيرد, فيرست وثيرد. تمام, 36 بس انت شلبي اللي ما اتكلمتش خالص. مستر انا ما حضرتش غير حصه يوم الاحد اللي فات يا مستر. تمام, ارتينيوس, سرد وإفورت. سرد, تمام, وإفورت. تمام يا شباب. طيب أوقف الريكورد. فين وصل؟ صفحة 21. تمام, يلا نحل وصل عشان يبقى آخر حاجة. نمبر 1 بس أنت الجندي, يلا ليفر هتبقى B. لا, D. تمام, نور, third class of lever, F. عمر, فيلكرام, C. فضل أزاز, number 4. ها؟ E. number 5. طب يهزر بقى. B. وطبعا هيبقى فاضل عندنا في الآخر A. كده يا جماعة احنا حلينا كل الـ A. الأسئلة.